أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. بين أحضان هذه العائلة المتواضعة ترعرع الأسير محمد مهرة من بلدة جباليا شمال قطاع غزة. الأسير محمد معتقل منذ عام 2009 ومحكوم عليه بالسجن 26 عاما، قضى منها 9 أعوام بعيدا عن أهله وأحبته. في لقائنا اليوم مع هذه العائلة الكريمة، يعني في بداية الحوار مع والدته الحجة أم موسى، أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. يعني حجة أم موسى، طبعا إلنا الشرف انه احنا متواجدين اليوم عندكم، ان شاء الله احنا بنيجي وبهاللمة يوم خروجه ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا فيكي. خلينا نعرف اكثر عن محمد، كيف كان محمد معك؟ والله ما شاء الله عليه، كان كويس ومحترم ومؤدب، كان يعني طول يعني كان متحملنيش يعني شفني زعلانه بالمره، كان ايش ما بدي اطلب منه كان بيلبي لي، كان يعني كان مطيع كثير إلي، كان إيش مكان كان بوجود يعني بسره كان بيقول يحكي لي، ما كانش بيخبي علي أي حاجة. يعني من كلامك كان قريب منك كثير. كثير. كان يعني أسرار كلها عندك، يستسرك بكل شغلة، يشاورك كمان في أمور. هلا حش إنه لما عرفتي إنه الأسير إنه رح محكوم عليه بحكم يعني كتير عالي، إنه مش سنة ولا سنتين، 26 سنة، شو كان موقفك وقتها؟ طلبوا له حكم كبير كبير، يعني صدمت كتير، كانوا طالبين له حكم أول 5 مؤبدات و36 سنة، صعب كتير علي. يوميتها لسه قبل ما يجي الحكم لابني كان لسه مبلغني الصليب أول يوم بدي أزوره قبل الحكم والله، وفرحانة فرحانة كتير فرحانة. بدي يعني اروح ازور ابني يعني بعد 3 سنوات لما سمحوا لي ان ازوره، وفرحان كثير يعني بدي ان اليوم ازور محمد. بعد شوي بموسى بنادي عليه بقول له تعالي، بقول له نعم، عدى انا بالغرفه على جوا على تاع السرير، وبقول له والله محمد الحكم قديش يعني حكمه، والله محمد الحكم 36 سنه، ايش بتقول؟ اللي انا يعني كان صعب كثير علي، تفاجأت قلت مين بدي يحكي لزوجته، يعني كان الأمر كتير صعب، وصرت أبكي إيش بدي أعمل إيش بدي أسوي. قلت مالكش يا أبو موسى، لما تنادي إخوته وعشان يحكوا لها بكون يعني أهون، أنا مش قادر إن أحكي لزوجته إن حكم محكمة 36 سنة. يعني صعب كان وصعب علي كتير، ففكست سبحان الله، كانت فرحانة أنا بدي أروح أزور محمد، وفرحانة بزيارة محمد، فجأوني في الحكم، كانت الفرحة كانت الوقت شوية والله يوم يعني رغم الحكم ابني كانت فرحتي مغطية إني بدي أروح أنا أشوفه. يعني أول زيارة كل مكان يعني من غزة لإيرز أقولها راحت خطوة، من إيرز لعن السجن الأول كان في سجن نفحة أقولها راحت خطوة، ولما شوي في رمون أول كان يعني في آخر حاجة قلت دايرة الحيطة هذه بيني وبين محمد عدة شفته، لما عديت محمد يا حبيبي يما الله هو كسفت لا هو في قزاز بينه وبينه لا اشوفه ولا غير، يعني ما قدرت يعني المس ايديه. لا بقول ليش ماما ايش تقول، ارفع السماعه اللي عندك، وهو رفع السماعه اللي عنده وصرت اكلمه على ش... كنت حابب هذا الوقت انك تحضر برضه كمان يعني في الاخر بتعرف ايش حكيت له، لان كان اجاني يعني معلومات انه مصاوب، قلت له محمد انت هيك كويس ماما هيك كويس، بس بدك كيف عشان اشوف طولك اقسم يا الله اللي هو ليش ما كنت بس كيف بدي اشوفك يا يعني انا اطمئن عليك، لو صار يضحك هو المساجين بيقول عن اذنك يا شباب ايه بدها تشوفني. والله حس موسى يعني قديش الواحد عنده هم وقديش عنده حزن وقديش انك تنتظري لابنك، لكن في يوم انت تشوفيه بتقولي بتمسك يعني كله يعني تعب، شوف نهار طويل تعب، لكن مجرد ان اشوفه خلص كله بضل يضحك يعني في وجهه وبيضحك في وجهه، يعني ما لناش يعني ان شاء الله دائما هالابتسامه نشوفها على وجهك، وان شاء الله انه نشوف هالابتسامه كمان بالفرح يوم خروجه ان شاء الله. خلينا هلا بس شوي نكمل انه نشوف الحج ابو موسى والده للاسير. حج ابو موسى اهلا وسهلا، كيف حالك؟ اهلين اهلين بكم. اول حاجه انا بحيي تلفزيون فلسطين اللي جاء علينا وشرفنا، كما احيي الرئيس الاخ القائد العظيم محمود عباس زعيم هذه الامه، وانا بقول له من كاب لاسير سير على الدرب 100% واحنا وراك، ولا يهمك يا ابو مازن.
تفضلي. يعني اكيد انه كوالد الاسير في عائله مناضله يعني، واليوم انتم مجتمعين ما شاء الله بالعائله باكملها موجوده، يعني بانتظار بس انه يكون محمد بينكم ان شاء الله. اكيد شاء الله. محمد كان هالذكريات هالمواقف، كيف كان محمد في البيت حاج ابو موسى؟ والله هو مثل ما تفضلت امه يعني هذا قليل من كثير لما تكلمت عنه. محمد كان يعني شاب عظيم ومتواضع، وكان يحبوه يعني الغريب قبل القريب، وكان له يعني أصدقاء كثيرين، ومارس الحياة تاعته، كان مطيع لوالديه، مطيع، يحب أخته، يحب أخواته، يحب الحارة، وكان يعني إنسان بشوش. الحمد لله، يعني سيرته طيبة ومازالت طيبة. طيبة جدا 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 للأمانة، يعني هذه أمانة أنا أحكيها. طب هلا يعني حج انت زرته من يوم اعتقاله؟ لا انا ممنوع عني، ممنوع من الزياره من يوم اعتقاله حتى الان ما بجينا. بقدم بجينا رفض. طب الحجه لما بتزوره لمحمد اكيد بيسال عنك، اكيد انت بتوصيها برضه ايش؟ نعم، هذا شيء بديهي، هذا يعني هذا شيء بديهي بين المرأة والجوزة، لازم يوصيها جوزها ايش يقول، تقول له ايش بتوصل سلامات لمحمد؟ والله انا بوصل سلامات انك اصبر، والرجال وقت الشدايد يعني خلاص هذا كاس على كل الناس، ما دام انت مش لحالك ولفات مؤلفه موجوده عندك، وانتوا اخترتوا الطريق هذه لازم تكونوا صامدين يعني. اكيد ما بعد الصبر الا الفرج ان شاء الله. ما بعد ذيق الا الفرج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك حج ابو موسى والدي الاسير. خلينا ننتقل لشقيقته للاسير دلال. دلال اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله تمام. دلال اكيد انه محمد كان في علاقه وثيقه ما بين الاخوه والخوات، كيف كان محمد معكم؟ بتتذكري موقف معين منه؟ أخويا كان كتير حنون علينا، وطول عمره كويس، ومعودنا على حنان الأخ، وكان معنا منيح، وطول عمره طيوب. يعني هو محمد مع الكل كل طيوب. أكتر الأوقات اللي بتحس أنه بحاجة لوجود أخوكم فيها؟ في كل حاجة، مواقف كتير، يعني منكون مجتمعين كنا هام تلاقينا منفقده خلاص، بالأفراح كمان، في فرحي أنا كتير يعني. تتزوجتي بعد ما كنت. كتير فقدته، كتير كتير كان نفسي يعني يكون موجود. اكيد انه يشاركك الفرح، يكون اخوك مع الاخوه، انه يدخل انه معك، يجيك على البيت صله انه رحم، هي كل الشغلات بتتمنوا. كل مناسبات في كل حاجه يعني بنفقده يعني كاخ، يعني بنشوف اخوته كلهم وهو من دونهم صدمه هيك، ومن بتضايق كثير ان شاء الله بيرجع وبعوضكم. بتمنى له الفرج ان شاء الله. شو بدك تقولي له هلا رساله؟ قول لنا كثير اشتقت لك، بقول الفرج قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دلال بيرجع وبعوضكم عن اللي بنشوف ان شاء الله، دام دموع الفرح بخروجه ان شاء الله. خلينا ننتقل لعمته للاسير ام محمد. ام محمد اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك ام محمد، كيف كان محمد معك؟ كان عزيز عليكي ولا كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله. بقول لك كيف حالك يا محمد، كيف صحتك؟ ان شاء الله ربنا على القريب العاجل يفرج كربك وكرب جميع المسجونين، وان شاء الله وما النصر الا صبر ساعه يا محمد، لازم يعني انت تصبر والكل يصبر، وان شاء الله الفرج قريب جدا جدا، وقريب قريب ان شاء الله. وكيف حالك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله كويس. شكرا كثير لك محمد عمته للاسير. بس خلينا نرجع لامه للاسير. ام موسى يعني ذكرتينا هالموقف الجميل، قديش كان فيه بتقولي انه هالمآسي، لكن لما زرتيه انك انبسطتي كثير. يمكن بتتذكري في هذا اليوم انك ممكن تاخذي له شيء، او انه تذكري بشغلات منك من اكلاتك، شو كان يحب محمد من اكلاتك؟ اي والله كان هو بحب يعني كل حاجه اعملها انا، يعني كان بحبها فضل بيقول يعني باي حاجه كان المهم تكون انا مسويها له، يعني كان بحبها كثير. كانش مثلا يعجبوش شيء مثلا اقول لك اعملي كذا ولا لا هو يعني في كل لما بعمل كنت اسوي الزغليل، وكل الزغليل بحبهاش، ابعديها عني، هي الحاجه الوحيده اللي بحبهاش. اكيد هلا انك حابه تقولي له حاجه، شو بدك تقولي له هلا رساله؟ ان شاء الله يا رب الفرج قريب يما، لكن ان شاء الله ولا جميع الاسر والاسرات ان شاء الله يما الفرج قريب ان شاء الله، بنجمع احنا وانت واخوتك، يعني كل ما كان بتيجي مناسبه يعني في رمضان او في عيد فطر وعيد اضحى كنت دائما بتذكره. سبحان الله يعني لما حكوا لمحمد الحكم هيك قلت هذا مش حكم العابد للعابد،
حكم ربنا، وانا راضيه بحكم ربنا، وان شاء الله الفرج قريب والله، يعني الحمد لله متامله في وجه الله الفرج قريب. انا اكيد حجه انه ابنا بوجه ربنا كبير، وما بعد الصبر الا الفرج، ان شاء الله بيجي اليوم اللي بتنتهي كل الاحزان وتدخل الفرحه بيتكم من جديد. شكرا لك حجه موسى والدتي الاسيره محمد مهره. مشاهدينا الكرام، شوق وحنين يغمر قلوب عوائلهم. الى فصل قصير وثم نعود اليكم، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم من منزل الأسير محمد مهرة، بالعودة لزوجة الأسير دلال. أهلا وسهلا فيكي. وبك أكثر. كيف حالك دلال؟ الحمد لله رب العالمين. دلال طبعا أنت زوجة صابرة ما شاء الله عليك، الحمد لله صبرتي على فراق زوجك 9 سنين وما زلتي تنتظري خروجه. يعني لله. أكيد أنه مسؤولية كبيرة بتتحملها زوجة الأسير، أنه يعتقل زوجها، خلفه أبناء بتتحملي في تربيتهم مسؤولية. كيف كانت هاي المسؤولية عليكي؟ والله هي صعبة، بس أنا الحمد لله قدها، الحمد لله رب العالمين. يعني أكيد أنه بنفس الوقت قديش الإنسان بيتحمل ظروف، وأنه بده يتحدى كل هاي الظروف، يربي أولاده أحسن تربية، يعلمهم. وأنا سمعت أنه ما شاء الله أولادك من الأوائل، كيف هذا الإشي أخذ معك وقت؟ وحكينا عن هاي التجربة. الحمد لله رب العالمين. أنا طبعا كنت صغيرة كثير، وكان أولادي صغيرين، كان ابني هذا بلال 8 شهور ورضع مني، والحمد لله أنا قدها، بقول لأبو مجهد أنا قدها وأكثر. يعني كان ابنك لما تم اعتقاله لزوجك إنه واحد فيهم 8 شهور، يعني ما شاف أبوه، ما حتى معظمهم كم ما وعيوا، ولا واحد ولا ولد وعى أبوه، كلهم صغار، كلهم جبتهم ورا بعض وصغار. طب إنه هاي المرحلة صعبة، إنه الطفل إنه يكبر وما في إنه بجانبه إنه الوالد، صح إن الأم بتقوم بدور الأب والأم نفس الوقت. طبعاً، وأنا وعدت أبو مجاهد إني أكون أنا الأب والأم، لكن بتلاقي إنه برضو إنه الأولاد بحاجة لوجود أبوهم. هو بحاجة، بس أنا مش مخليهم يحتاجوا. ما بيسألوك كل يوم إنه مثلاً هم بيسألوا طبعاً، بيسألوا، بس أنا معوضهم كل حاجة، أملاهم إنه ممكن بابا حيطلع طبعاً، إيش أكيد، والأمل في وجه الله. طب هم عارفين حكم والدهم قديش؟ كيف بكون يعني موقفهم إنه لما يعرف إنه والدهم لسه في سنين لما يطلع؟ هو صحيح صعب، بس في نفس الوقت بيفتخروا بأبوهم. الحمد لله بيفتخروا. طب هلأ دلال، إنه في المناسبات في الأعياد وكون الأولاد إنه حابين إنه والدهم يكون موجود، يطلعوا مع بعض، طبعاً إيش أكيد، كيف بمر عليك هاي المناسبة؟ والله هو بمر عادي، كل أيامنا عادية من بعد محمد، فيش إيش بيتجدد علينا، كلها عادية. بتلاقي إنه إنه أنت بحاجة لوجود زوجك معك في هاي اللحظات؟ أكيد طبعاً، أنا بحاجة إله في أي وقت، كل دقيقة وثانية إحنا بنشتكي له، أولاده بيشتكوا له، بس في نفس الوقت أنا قد المسؤولية. الحمد لله. أنت قلتي قد المسؤولية، وبنفس الوقت في عقبات أنت بتتحديها، وفي ظروف كتير صعبة. إش كثير. ولادك إنه أنت بتعلميهم، بتوديهم على المدارس، بيسألوا عن أبوهم. أكتر موقف حسيتي إنه صعب لحتى الآن، مأثر ممكن في وجود الولاد، مأثر عليهم؟ إش أكيد طبعاً، بس الموقف الصعب إنهم بكبروا أبوهم بعيد عنهم. هذا الصعب اللي أنا بنام وبصحى وأنا بفكر فيه. يعني إنه كل يوم ممكن بمر عليك هذا الإشي. كل ثانية. كيف بتصبريهم؟ والله بصبرهم، بقعد معهم، بحكي لهم حكايات أبوهم. طبعاً إله حكايات حلوة عند محمد، وأنا طبعاً كل اللي بحكي لأولادي عنهم. شو أكتر شغلات؟ هم في نفس الوقت أولادي مش محسيني. شو أكتر شغلات بتحكي لهم عن أبوهم من صفاته لزوجك لمحمد؟ كل حاجة بحكي لهم، كل إشي. أصلاً هو طيب وحنون وفش منه، جد عمر ما لقيت إنسان زيه محمد. شو يعني أنا بنام وبصحى على ذكرته. أكيد الذكرى الطيبة بتضلها، يعني صحيح. طول عمر. شو بدك تقولي له هلأ رسالة؟ أكيد أنت مشتاقة كتير وممنوعة أنت من الزيارة. إش كتير طبعاً، أنا منعت يعني 8 شهور وهو بعرف، صعب علي، صعب علي،
دار عمي طبعا لما انا بنمنع من الزياره هم بيجوا عندي بحسسنيش. الي اخوه طبعا، الي اخ غالي كثير علي هو سندي في نفس الوقت، مش بحسسني باي حاجه ولا حاجه. ان شاء الله يعني كل هالامور هاي تنتهي يا دلال، وربنا يصبرك انت وانت قد المسؤوليه. رب العالمين الحمد لله، بنام وبصحى وبحمد رب. الحمد لله، احنا فخورين فيك انت كزوجه صابره. قديش في الم، قديش في عندك مسؤوليات انك تتحملي، بس ما شاء الله عندك يعني نموذج مشرف، عندك اثنين من الاولاد اوائل الحمد لله رب العالمين وبنات. ممكن هذا الاشي يخفف عنك او نوزع الوزن. ايش اكيد بخفف، ايش اكيد، بس والله يلا بعين إن شاء الله. بتمنى له أنا الفرج لمحمد بأسرع وقت، بأسرع ممكن. نفسي أفتح عيوني ألاقي قدامي مش أكثر. إن شاء الله، إن شاء الله الحلم يعني بتحول لحقيقة. يعني إن شاء أكيد إنه مشاهدينا الكرام في كل بيت أسير قصة وحكاية، أوجاع وألام لا بداية لها ولا نهاية. في زوجة الأسير، في أبناء الأسرى، في مدى تحملهم، اشتياقهم لوالدهم. يعني هل مأساة إن شاء الله بتنتهي دلال؟ نتمنى لك إنه إن شاء الله يوم الحرية لزوجك. نشكرك كثير وبنحييك على صبرك على فراقه. وأنا طبعا بحيي تلفزيون فلسطين وبحيي القائد الرئيس أبو مازن. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك، شكرا كثير لك، كل التحية وربنا يصبرك على فراقه. خلينا ننتقل هلأ لبنتك، تعرف عليها بيان. بيان، اهلا وسهلا بيان. قديش عمرك بيان؟ 13. تانية اعدادي. كيف المدرسة معك؟ مليحة. تمام. طب هلا شو بدك تقولي للوالد رسالة؟ انه احنا بنحبه وبنستناه، بنشتاق له كثير، نتمنى له الفرج. بيان انت ما شفتي للوالد، تتذكري؟ لا. طب ها كيف بتعرفي؟ من خلال الصورة؟ اه لما بنزوره. لما انت بتشوفيه في الصورة بتتخيليه بالحقيقة انه هو هذا والدك. زرتي عمرك؟ اه. كيف لما كانت اول زيارة؟ مليحة. هو عرفك، انت عرفتي، كيف كان اللقاء؟ لما انا زرته انبسطت يعني هيك. كنت حابة اللقاء يطول؟ اه. طب ليش كنت حابة انه اللقاء يطول؟ عشان يعني انه من زمان ما نشوفه، اول ما شفناه يعني خلص حسينا بدك تشوفيه اكتر وتنبسطي عليه. حابة يطلع عني قريب؟ ان شاء الله. ان شاء الله، ما بعد الصبر الا الفرج ان شاء الله. شكرا لك بيان. خلينا نشوف الاولاد، اولاد الاسير. شو اسمك؟ بلال محمد العبد نصمه. بلال، ما شاء الله عليك بلال. بلال في اي صف؟ خامس. صف خامس. بلال انا سمعت انه انت من الاوائل، شاطر صح؟ ما شاء الله عليك بلال. كيف انت اكيد انك بتشتاق لوالدك، شو حابب تقول له هلا؟ رساله ان احنا بنحبه بنشتاق له، نفسه يا ما غمض عينيه مفتاح لك قدامي ان شاء الله. بلال انت زرته للوالد؟ اه. كيف كانت الزياره؟ حلوه. حلوه انه لما شفته انبسطت كثير لما شفته. هو لما شافك شو قال لك؟ بقى يعيط لما شافني، عشان انا بكيت شوعه لما شفته بكيت عيط. كنت صغير لانه انت وقتها. ان شاء الله بيطلع حبيبي بابا بالسلامه، وبعوضكم عن كل ايام والسنين اللي فاتت، ما شاء الله عليكم. خلينا ندي المايك كمان لابنه للاسير. شو اسمك؟ مجاهد محمد مهر. اهلا وسهلا مجاهد، باي صف انت؟ السابع. صف سابع. انت الكبير الاولاد، ان شاء الله عليك، انت الكبير وعليك المسؤوليه هلا لما تكبر. الحمد لله. طب هلا شو حابب انك تقول له للوالد؟ يا رب يطلع بكثير سلامه، وانه احنا بينه وبينه حيطه، يعني بفتخر انه ابوي محبوس، وبتمنى انه يطلع من السجن سالم غانم ان شاء الله. قلت عن اول زياره كانت، كيف كانت اول مره زرته؟ ما كنتش عارف انه هذا ابوي، وكنت وهو لما شافني كان يعرق لأنه أول مرة يشوفني يعني من زمان، يعني وأنا ما كنت شوعة عليه. يعني وقتها كان إنه أنت مش عارفه كمان، أنت عرفته من خلال الصورة وقالوا لك إنه هذا إنه والدك. لأنه ما كنتش أوعى. أنت كنت صغير وقتها. آه. ما كنت واعي عليه بالمرة، كانت الماما تورجيك صوره إنه هذا بابا.
ولما شفته في اللقاء هو اكيد يعني تفاجأ انه فيك شاف ابنه كبير ما شاء الله عليه، وانت كمان انبسطت انه شفته. ايش كنت تتمنى بهذا الوقت؟ يطلع سالم غير ان شاء الله مجاهد، بيطلع بابا بالسلامه وبعوضك على ايامه، وبيطلع معك مش على المدرسه كمان، يطش معك كمان وبتطلعوا مع بعض وبتروحوا كمان في الاعياد تصلوا ارحام. بيجي هذا اليوم ان شاء الله وبتنتهي هالاحزان وبيخرج كل اسير حتى يعود لبيته يحتضن عائلته من جديد. ننتقل الان لشقاء الاسير، معي الاخ موسى. اهلا وسهلا فيك شقيق للاسير. اهلا بك. يعني اخ موسى الكبير في البيت، واكيد كان في علاقه بتجمعك انت واخوك محمد، يعني ممكن هاي العلاقه وهالذكريات والمواقف ما بتروح من الذاكره. صحيح. شو اليوم ممكن تقول لمحمد؟ بتمنى له الفرج القريب ان شاء الله، واتمنى انه يرجع لنا سالم ان شاء الله على البيت، وهذا قدره كما الاخوه الثانيين في السجون، ونتمنى الحرية الكاملة إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يفك أسران قريب. إن شاء الله إن شاء الله، يعني أكيد إنه أنتوا إخوة والسند لبعضكم، وأكيد إنه محمد يعني الناقص إنه بينكم ما بضل إلا ينجمع لبوجود إن شاء الله. إن شاء الله. يطلع بالسلامة إن شاء الله أخ موسى، وبتضل الذاكرة يعني موجودة بوجوده لمحمد. شكرا كثير لك. خلينا شقيقه للأسير. أهلا وسهلا فيك. إسماعيل. أهلا وسهلا إسماعيل. محمد غالي عليكم من خلال حديثكم، قديش سيرته الطيبة بتحكوا فيه، يعني أكيد في كل لحظة بتتمنوا أنه يكون وجود محمد بينكم. إن شاء الله بيطلع قبل حكمه، لو فجأوكم أنه قبل حكمه أنه حيطلع، شو رح تعملوا له؟ إيش هنعمل يعني، يعني موقف لا يوصف. هيكون خبر إنه الفرح. أي نعم، يعني حكم ماخذ حكم مش قليل، يعني 26 سنة مش قلال، يعني قضى منهم 9 سنين، وفجأة يجي واحد يعني يتصلوا علينا أو مثلا يبلغونا محمد. يعني أحلى فرحة نكون إن شاء الله. إن شاء الله بنعيش هاي الفرحة وكل بيت أسير. أملنا طبعا تفخمت الرئيس أبو مازن إنه يعني إن شاء الله قضية الأسرة في أولى سلم الأولويات لدى سيادة الرئيس. خلينا نبرر المايك لأبناء عمه للأسير. تعرف عليك أحمد مهر، أحمد خميس مهر. أهلا وسهلا ابن عمه للأسير. صحيح. أكيد في رسالة اشتياق له لمحمد، شو حاب تقول له؟ أول شيء بنسلم عليه وبنتمنى له فك أسره له لجميع الأسرى، وإن شاء الله بيطلع بالسلامة. إن شاء الله إن شاء الله بيطلع بالسلامة. شكرا كثير لك. ننتقل أيضا من أبناء عمه للأسير. تعرف صحيح مفيد خميس موسى مهرة. أهلا وسهلا مفيد. حياك الله. يعني اكيد انه ابناء عم بنفس الوقت بنفس المنطقه عشتوا مع بعض في عشت طبعا طبعا عمر. كله مواقف وحكايات كبيره انا وياه، يعني علاقتي جيده فوق اللازم انا وياه، الله يسهل عليه ويفك اسره. وبوجه له التحيه للاسير المجاهد محمد العبد موسى مهره، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله، ربنا يصبره على اللي هو فيه ان شاء الله، ويفك اسره بالسلام ان شاء الله. شكرا كثير لك. الله يحييك. ابن عم الاسير. خلينا ننتقل ايضا نتعرف عليك. ايوب خميس مهره. اهلا وسهلا فيك. ابن عمه للاسير. ابن عمه. صحيح. اهلا وسهلا، شو رسالتك ل نحن بنتمنى انه يرجع بينا، وبوجه له السلام وربنا يفك قيده وقيد جميع الاسر ان شاء الله. حابين اكيد تفرحوا له ان شاء الله. ان شاء الله لما يطلع الفرحه حتكون كبيره كثير كثير ان شاء الله. شكرا كثير لك. اللي بجنبك اسمك؟ حمزه عصمت مره. شو بكون لك الاسير؟ بكون انا هو. ايش بكون لك الاسير؟ ابن عمك. تمام. شو حاب تقوله؟ انت ما وعيت عليه لكن انت سمعت عنه كل شيء. طيب صحيح. طيب انا بدعي له ان شاء الله انه الفرج قريب، وان شاء الله ربنا راح يطلعه بالسلامه، وان شاء الله بنشوفه على خير ان شاء الله. خلي كمان اللي بجنبك كمان. شو بكون لك الاسير؟ عمك. عمي. طب شو بدك تقول لعمك؟ ربنا يطلع بالسلامه ويطلع جميع الاسره ان شاء الله. ان شاء الله بيطلع عن ريب وتفرحوا عليه. شكرا كثير لك. يعني مشاهدينا الكرام، لهنا نكون وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم اناديكم. نقول في الختام: فالجرح يقتل فينا امالا ولا القيد يكسر صخر الصمود، رغم الجراح وعمقها سنبقى نردد ونقول اننا لثائرون للحريه عاشقون. الحريه لكم واسرانا البواسل واسيراتنا المجيدات، وتحيه لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودم الوطن. Thank you.
موجة فؤادي يما هي حبة عيني جوا